معنا من جديد. السيد الرئيس، كنا نتحدث قبل الفاصل عن الموقف الأمريكي والموقف الدولي من قرار الحكومة المصرية بإعلان الإخوان المسلمين منظمة إرهابية. هو الموقف الأمريكي موقف ناظم لهذا الانقلاب ومساند لهذا الانقلاب. هذا الانقلاب كما قلت تحالف دولي وتحالف علماني وتحالف إقليمي وتحالف لا ديني، تحالف الصهيوني أمريكي. ولكن كما تعلم دائما أمريكا عندها هذا النفاق في السياسة الخارجية، هي لم تستطع نتيجة لالتزاماتها القانونية أمام ذاتها، يعني كما قالت، أن تقول أنه انقلاب، لأنه سوف يفرض عليها إجراءات قانونية بمجرد أن تصف موجب القانون الأمريكي، موجب القانون الأمريكي. وهم للأسف داخلهم يهتموا بقوانينهم، إذا قالوا انقلاب معناها لازم يطبقوا المنظومة القانونية التي تتعلق بموضوع الانقلاب. دولة لم تستطيع تدعي أنها تدعي حقوق الإنسان وأنها تريد الديمقراطية في العالم الآخر، ومع ذلك لا تستطيع أن تقول للانقلاب انقلاب، لعل أن ترتب على كلمة الانقلاب عقابا أو هجرا لهذا الصديق الحبيب السيسي. بالنسبة إليها هم منافقون فعلا، عملاءهم دائما العميل أخس بكثير ممن يعمل من أجله، ولذلك أكثر غباء العميل دائما، وأحيانا يذهب بعيدا كما قال سبحان الله. هو جاب العبارة بكل لطافة الوزير الخارجي الأمريكي، يعني لقد ذهبوا بعيدا، معناها أبعد مما كنا نريد منهم، هكذا يريد أن يقول بالضبط كما قال أحد مرة رجال إحدى الدول، قال أن المخابرات يعني نبهت أحد العملاء لأن يفعل فعلا معينا، قال لكن بدل أن يمشي 100 مشى ضعف، مشى 200، ضغط على الزناد، أيوة يعني مشى بسرعة 200، كان مطلوب يمشي 100 فقط. وهم يبدو عملاءهم كانوا يريدون منهم انقلاب وإجهاض ويعني وإطالة نفس وكذا، وإذا بهم يقتلون في رابعة 3000 في يوم واحد، وإذا بهم يقتلون في ميدان النهضة، وإذا بهم يحلون الجماعة تصرفوا برعونة سياسية، تصرفون بهذا المنطق الذي سيؤدي إلى سرعة زوالهم بإذن الله سبحانه وتعالى وفشل تآمرهم. سيد رئيس، هذا القرار ما هي تداعياته على استقرار مصر؟ نحن نعلم أن الحالة المصرية حالة مضطربة، هناك اقتصاد منهار، وهناك حالة سياسية مضطربة جدا، وهناك الأزمة مستفحلة في حقيقتها، لأن إخوان المسلمين لهم تأثير ووجود قوي في المجتمع المصري، وهذه الأزمة بالتأكيد لها تداعيات، أو هذا القرار له تداعيات على القضية المصرية. هذه التداعيات ما هي وكيف تضع؟ أنا في الحقيقة أعول على الشباب ونساء ورجال الحركة الإسلامية المعتدلة، هذه أنت أمام عقول غير عادية وأمام رجولة غير عادية في النساء والرجال، يعني شهامة وقوة، وأمام عقول هائلة جدا مستعدة أن تتحمل الابتلاءات والقتل والتشريد والتدمير من أجل المصلحة العامة. ولذلك ما سيكسر البيضة نهائيا ويفتت الوحدة واللحمة الوطنية وهو حمل السلاح من طرف الشعب ضد الحكومة، أعتقد أنه حكمة وحنكة جماعة الإخوان المسلمين ومشروعها وتاريخها في تقبل وتحمل الابتلاءات سوف يفوت على مصر كثير من الابتلاءات الذي كان يمكن أن يجلبه عليها لو أن جماعة الإخوان قبلت أن تصبح قناة السويس ومنطقة صحراء سيناء التي هي منطقة الفوضى ومنطقة التهريب، لو قبلت أن تكون ممرا للأسلحة إلى الإخوان، وحمل شباب الإخوان الذين يتقبلون بالصدور العارية الآن بكل استبسال وبطولة يتقبلون القتل، لو كان بالإمكان أن يحملوا السلاح وأن يقاتلوا، ولكن هذا سوف يدمر الوطن ويدمر الأمة. ولذلك كلمة المرشد سلميتنا أقوى من الرصاص، أعتقد أن هي ستظل الهدف الهادي لكل ذلك الشباب، لكل تلك النساء، لكل هذه الأجيال، رغم كل هذا القمع رغم كل شيء، ما في خيار أمامنا أن نقبل أن نفجر أوطاننا. يعني أوطاننا يجب الحركة الإسلامية للعلم هي طارحة مشكلة أيضا، هي أكثر من أن يجمعها سجن. الحالة الاجتماعية بمجرد أن تصبح أكثر من أن يجمعها سجن أو أن تحملها مشنقة، إذن هي أصبحت إشكال مطروح. السيسي اليوم لا يمكن أن يقتل 13 مليون صوتة لجماعة الإخوان المسلمين، وهي اليوم مدد شعبي حقيقي لهذه الجماعة. لا يمكن أن يشنق كل هؤلاء الدكاترة وكل هؤلاء العباقرة وأن يحطهم على المشانق بأجمعهم، ولذلك إيش اللي قدامه؟ أمامه أنه يحطهم في السجن، أمامه أنه يقتل البعض، أمامه أنه يأخر المسيرة، أمامه أنه يورط البلد، أمامه أنه يضيع فرص
ولكن في النهاية لن يصح إلا الصحيح. وفي النهاية الحالة الشعبية هذه عادة وبحسب سنة الله عز وجل أثناء صعودها إلى الأعلى لا يمكن أن تجهض. الدورة الحضارية للأمة أثناء صعودها لا يمكن أن تجهض، ويمكن أن تجهض إذا تحللت، إذا وصلت إلى الحكم وإذا استقرت فيه ثم تحللت وأجيالها تركت القيم التي يعني تحرك الآباء من أجلها، يمكن فعلا أن تذوب وأن تضمحل. ولكن أثناء الصعود، نحن الآن نشوف صعود، نشوف الفتيات الشباب النساء الرجال يستقبلون الرصاص بصدور عالية ويقول سلمية سلمية ويقابل الرصاص بالنكات، أعتقد هذه حالة مجتمعية غير قابلة أبدا للاضمحلال وغير قابلة للذوبان بإذن الله. سيد رئيس، من المعروف أن جماعة الإخوان المسلمين مدرسة فكرية وجماعة كبرى الحركات والتيارات الإسلامية في العالم الإسلامي، ولها امتدادات كمدرسة وكمشروع في عديد من الدول العربية والإسلامية، والحالة المصرية لها تأثير على هذه الدول، على هذه الدول، في ما هو تأثير ما وقع الآن في مصر وإعلان جماعة الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية، ما هو تأثير هذا القرار على بقية التيارات الإسلامية وبقية المدرسة والمشروع الإسلامي الإخواني في الدول العربية والإسلامية؟ شوف، هي الحركة الإخوان المسلمون أو مدرسة الإخوان المسلمون مدرسة فكرية تتحرك بلا مركزية، وهي عابرة للقارات، هي عبارة عن 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 مذهب في الدعوة والتربية والأخلاق وعمل الخير، هي مذهب. ولذلك مثل بالضبط الموريتاني هون الآن، نحن يعني ندرس العبادات والمعاملات على مذهب مختصر الشيخ خليل وهو عسكري مصري. ما معنى ذلك؟ أننا حركيون، مشايخنا الكرام اللي درسوا خليل أنهم حركيين تابعين لمصر. إذن هذا هو التوصيف الحقيقي. دعوة حسن البنا كانت دعوة ضرورية في هذا القرن المادي اللي متزاوج، اللي أي مسلم يريد المزاوجة بين دينه ودنياه كان سيصبح عالة عليها. حتى بعض مسؤولين الكرام اللي يتكلموا عن الوسطية ما جبروا معه كتب تلاميذ حسن البنا، وهما أكثر وأشد حساسية تجاه تفكير الإخوان المسلمين. الدول العربية دول متفاوتة الأحجام والأماكن، بعضها من الله عليه بضعف الدولة المركزية، يعني مثل لبنان مثلا، فلا تستطيع الدولة أن تقمع شعبها، ولذلك بمجرد أي أزمة داخل مجتمعها تسقط الدولة نتيجة لضعفها. بعضها قبلي مثل اليمن وضعيته خاصة، بعضها مثل بعض أيضا لديه تحالفات والإخوان مشاركون في الحكومة كما هو الحال في المغرب. لا 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 أنا في حال التوافق كما هو الحال في الأردن، وحتى في بعض دول الخليج هناك أيضا وجود للإخوان في مؤسسات البرلمانية وفي المؤسسات العامة. حتى تقاطع الأحلاف الدولية في مصر، وتاريخ الدولة المركزية في مصر اللي يقال أنه 3000 سنة إلى حد الساعة، وقوتها وقدرتها، يعني أعني من الدولة مش 7000 سنة للشعب المصري وحضارة المصرية، لكن 3000 سنة من تجربة الدولة، من تجربة الدولة وتماسكها واستمراريتها. هذه دولة حقيقية موجودة وعندها تاريخ في الطغيان من عهد الفراعنة والإمساك بتلابيب الشعب والقدرة على احتواء الشعب. بعض الدول الأخرى ليس لها نفس التاريخ من القدرة والقوة. والآن في ظل زمن الحريات وفي ظل زمن الإعلام وفي ظل الفيسبوك وعالم التواصل الاجتماعي، أنا أعتقد أن تأثير تصدير إذاعة بوق العرب إلى 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 بعض الدول الأخرى مسألة صعبة، وقد يليق بكم ما لا يليق بنا وقد يليق بنا ما لا يليق بكم. أنا راجي أني نجبر في الأخير دقيقتين لأبيات من هاشم الرفاعي. لأنه ما في مشكلة. لا، نحن الآن إذن أنت ترى أن هذا التأثير لن يكون سلبيا ولن يكون كبيرا، لأن الحالة المصرية أيضا تبقى حالة لها خصوصياتها، وحالة الإخوان المسلمين في بقية الدول أيضا تختلف. إذن هل هذا هو التوصيف؟ أنا لا أقول ليس سلبيا، هو قطعا هي هجمة وهو انكسار وهو هو فيه تأثير ما في شك، لكن أنا أقول ليس قاضيا على الحركة الإسلامية، أنه قد تعثر هنا ويتم تأخير مشروعها أيام شهور سنوات الله تعالى أعلم في مصر، ولكن لا يعني ذلك أنه في مصر أن الحالة ستستمر على ما هي عليه أبدا، لأن الحالة الشعبية الحاضنة لهذه الحركة الإسلامية. أخي نقول لك قصة، كنت مرة نمشي مع أحد الإخوان في
بني سويف فرج الله كربه، ومرينا ومرينا على مصر. على امرأة تقود بقرة، امرأة كبيرة مصرية، فصاحت فيه تمتدحه، يعني تقول له يا الحاج، وتضحك معاه بطريقة يعني لبقة، أنه جزاه الله خيرا على الخير الذي يقدمه لها. قال لي هذا هو الشعب المصري، يعني هذه الحاجة الكبيرة اللي المرأة الكبيرة التي تقود بقرتها، منها تأكل ومنها تشرب وتبيع كل شيء يصدر من هذه البقرة، هذه من يقف معها هو الإخوان المسلمون، وهذه المرأة تثق في الإخوان المسلمون، وهذا الإنسان المنكوب يثق، وهذا اللي أبناؤه ما عنده من يدرسهم يثق في الإخوان المسلمون، وهذا اللي عيادات الإخوان المسلمين يتعالج فيها يثق في الإخوان المسلمين. ولذلك نحن قدام مشروع تحتضن الطبقة الشعبية، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يستأصل. هذا ليست شلة إرهابية ولا بياعين مخدرات ولا استغلاليين بحيث يمكن استئصالهم، أمر مستحيل. السيد الرئيس، الإخوان المسلمون في مصر كتيار وكتجربة وكمدرسة إسلامية، ما هو كيف يواجهون هذه الأزمة الخطيرة في طبيعتها وفي تأثيرها النفسي وتأثيرها عليهم كمدرسة؟ هل سيقدمون قراءة نقدية لتاريخهم ولتجربتهم السياسية؟ هذا هو السؤال، لأن كثيرون تحدثوا عن مسؤولية الإخوان المسلمون ومسؤولية التيار الإسلامي عن إجهاض الربيع العربي وتأخير مسيرته وتعويقها لولا ركوبهم لموجته ولولا تصدرهم للمشهد لكان الربيع العربي ربما تقدم ونجح، وبالتالي أثمر حراك سياسي ووجود وحالة سياسية مفيدة للمجتمعات العربية والإسلامية. هل سيقوم الإخوان بقراءة نقدية لهذه التجربة السياسية المتعثرة؟ شوف، بالنسبة الحالة الإخوانية التربوية هي حالة فريدة، وكما قلت هي ماركة مسجلة للإخوان، يعني أن تصنع إنسان غريب جدا، إنسان لديه من المواهب ولديه من التطلعات يحمل العالم في ذاكرته. ولذلك كل شخص من الإخوان ممكن أن يصبح قائد، وممكن أن يصبح مبادر، وممكن أن يقوم بعمل الخير، وممكن أن ينوب عن الجماعة هو لوحده. أنا الإخوة في غزة حدثونا مرة بعد الضربة الأولى في الحرب الرصاص المصبوب في 2009، بعد هذه الضربة شلت الحركة في غزة. لكن إيش اللي حصل؟ كل واحد من أهل حماس كان مدرب على أن يقف في حيه وأن يصبح نموذج وقائد لحيه، بدون رغم أنه فاقد في لحظات معينة في ساعات معينة، فاقد التوجيه المركزي وفاقد الصلات التنظيمية وفاقد الجهاز الموجه. لذلك تفكير الإنسان اللي من هذه الحركة المباركة بسعة فقهه وموسوعية مدركاته بأفقه الهائل وطموحه الكبير جدا وبوعيه الهائل جدا وبملكاته في التحرك وحمل الخير إلى الناس، يستطيع كل واحد من أهل مصر اليوم بدون تنظيم أن ينشئ إخوان مسلمين في مكان لم يكونوا موجودين فيه، أحرى مكان كانوا موجودين فيه. ولذلك أنا لا أعتقد أبدا أنه يمكن استئصال جماعة الإخوان أو التأثير عليها، وهي اليوم تدير المعركة، واضح أنها معركة منظمة. عندما سقط بن علي، من كان يحسب أنه فيه حركة النهضة موجودة؟ من هذو الناس اللي وقفوا مباشرة بعد بن علي وحموا للناس دورهم وأموالهم وأرزاقهم؟ هما أبناء النهضة اللي لهم أكثر من 20 عام ما بين التقتيل والمشانق والتعذيب والسجون، ومع ذلك كانت الباقية منهم. تختمون بأبيات هاشم الرفاعي. أنا فقط أريد الناس اللي يعني ما هي متمونكة واللي عندها يأس، أنه هاشم الرفاعي في ليلة المشنقة قال له أبتاه إن طلع الصباح على الدنا وأضاء نور الشمس كل مكاني، واستقبل العصفور بين غصونه يوما جديدا مشرق الألوان، وسمعت أنغام التفاؤل ثرة على تجري على فم بايع الألباني، وأتى يدق كما تعود بابنا سيدق باب السجن جلادان، وأكون بعد هنيهة متأرجحا في الحبل مشدودا إلى العيدان. آخر شيء قال له أبتاه إن طلع الصباح على لكن إذا انتشر الضياء ومزقت بيد الجموع شريعة القرصان، فلسوف يذكرني ويكبر همتي
من كان في بلدي حليف هواني وإلى لقاء تحت ظل عدالة قدسية الأحكام والميزان. كتب الله له ذلك فمزقت الجموع حكم مبارك وشمل مبارك ورأيناها الجموع، نفس الجموع هي التي تملأ الميادين اليوم، وسوف بإذن الله تعالى تمزق شمل السيسي والأخطبوط الدولي من حوله بإذن الله تعالى، وتعيد مصر هذه المرة أكثر جرأة أكثر قوة أكثر إنجازا وأكثر مضاء في مشروعها بإذن الله سبحانه وتعالى، وأكثر اللي عنده من مبررات شكرا. في أن تقيم النموذج الذي تراه مناسبا. شكرا جزيلا لكم السيد الرئيس محمد غلام الحاج الشيخ نائب رئيس التجمع الوطني حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية، تواصل على هذه الحلقة عن قرار السلطات المصرية اعتبار جماعة وشكرا لإخواننا المشاهدين على حسن مشاهدتهم، وإلى حلقة قادمة من برنامجنا قضايا الأمة. أهلا وسهلا.